راني نهضر على لي زاكسيون. انا لي زاكسيون تاعي نمدهم لشبيبة القبائل، ولاد جاو ولاد نمدهم لا جياسكا دوك موبيليس ولا جياسكا سي كيف كيف. بصح كاينه حاجه، الا جاو الرجال لي زاكسيونير هادو يديروا كيما انا، يمدوا لي زاكسيون تاعهم في السيزون ويمدوا ويروحوا، بيسكو لي سيبورتور راهم يقولوا لازم كاع لي زاكسيونير يمشي. وحنا وحنا باش شدينا شدينا عام ونص بيريز ما يقدرش يسير شباب القبائل في الوضعيه اللي صبناها حنا، وغلقوا لنا زيد باش تشوفوا بلي كان كلش مدروس، غلقوا لنا لو كونت في الديبي دو سيزون. علاش ما مشاتش؟ هادو كاع العوامل اللي خلاو الفريق ما يمشيش. يغلقوا لك الكونت تاع الفريق في ديبي دو سيزون. رئيس وانايا كنا في زوج بون كانوا معنا شويه، كان مساهم اللي عاوننا، كنا حنا اللي خلصنا ستاج تاع تونس، حنا اللي درنا جبنا اللاعبين، خلصنا اللاعبين افيك ان كونت بلوكي. كيفاش تحبوا الوضعيه اللي راهي فيها شباب القبائل؟ وكان ما جاتش موبيليس فريق شباب القبائل خلاص. انا نقول لكم باسكو الحقيقه راهي داخل، ماشي الناس وش تهضر برا، راهي الداخل لازم الناس يشوفوا واش كاين الداخل.